أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كتاب الفقه للصف الثالث الثانوي عند باب الإيلاء عند باب الإيلاء، نعم، يقول أحسن الله إليكم: عند كفارة الإيلاء قال المصنف: ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا وطئ زوجته، سواء قبل انتهاء الأربعة أشهر أم بعدها، لأن إيلاءه يمين، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إذا رجع قبل أربعة أشهر فليس عليه شيء. نعم، إذا رجع قبل أربعة أشهر نعم عليه كفارة، عليه كفارة. أما إذا لم يرجع تمت أربعة أشهر فإن الحاكم يوقفه بطلبها، فإما أن يرجع ويطأ زوجته ويكفر. الكفارة لازمة له على كل حال، لأنه حالف أنه ما يطأها، فعليه الكفارة سواء وطئ قبل الأربعة أو بعد الأربعة، فيلزمه الحاكم إما بالفيئة والتكفير وإما بالطلاق يرفع الحرج عنها. الكلام صحيح، يعني الكفارة لازم قبل الأربعة وبعد الأربعة بالجماع، لأنه فعل ما حلف على تركه. نعم.